انا ما شفتش الواقعيه دي يا كريم. انا عمال برضو النهارده طول الوقت بنتكلم في نفس الطريقه يا ايمن، اللي هو زي ما كريم بيتكلم على ان هناك طريقه واقعيه بيغلب عليها التحفظ الدفاعي ثم الاعتماد على الهجمات المرتده. لما اتفرجت على الثلاث ماتشات الاخيره سواء الملعب التونسي او الفريق اللي هو اللي طلع من الكاس في الكاس وبعد كده نجم الساحل عشان فريق صغير، قلت اتفرج اشوف هيعملوا ايه. بس وضعا في الاعتبار الترجي في الماتش ده 15 واحد بره الفرقه كان في لا و8 اساسيين بره الفرقه. نظام البطوله عندهم مانع مشاركه الاجانب. الترجي عنده سبع، بسم الله ما شاء الله عنده سبع اجانب. فهو في الاخر اقصد اقول ان هو يعني في هذه الطريقه او في الماتشات اللي انا شفتها سواء دوري او كاس بيلعب بطريقه مختلفه تماما 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 عن ما رايته في مباراة سان داونز. ما هي دي الفكرة بقى، يعني استكمالا لكلام كريم يا كابتن اسلام وهاخد من حضرتك، هي الفكرة ان هو واضح برضه يعني باستثناء مباراة الكاس دي اللي ليها برضه ظروف خاصة، هو واضح ان التركيز على مباراة النادي الاهلي. احنا معانا ملخص ماتش الكاس ده ممكن نعرضه برضه واحنا بنتكلم. يا ريت اتفضلوا. معانا ملخص اتفضلوا الكاس والنجم الساحلي. معانا الاثنين، معانا ملخص الكاس ومعانا ملخص النجم الساحلي. فالنهارده هو يعني احنا ممكن قبل الملخص يا كريم نستعرض ارقامه، يعني ارقام المدرب نفسه من ساعة ما مسك الترجي في دوري ابطال افريقيا بس عشان نعرف الفرق. هنشوف بقى هنلحق يا برجاوي لو سمحت، ولا الارقام ولا الفيديو؟ طب ما تحط لنا الارقام الاول طالما لسه ما عملتوش. طيب خلاص جاب الارقام اتفضل. حلو الكابتن اسلام ده جاب ماتش الكاس. ده ماتش الكاس هو في دوري ابطال افريقيا بنتكلم ان هو لعب ماتشين في دور المجموعات. وخلي بالك يا كابتن اسلام الماتشين اللي في دور المجموعات دول هو خد الترجي، كان الترجي معاه خمس نقاط. صحيح معاه خمس نقاط، كان كسب مباراه وتعادل ثلاث مباريات متتاليه وكان عنده مشكله في الصعود. كان بالظبط كده، فهو خد الماتشين دول كسبهم. صحيح نجم الساحلي 2 وبعد كده الهلال السوداني 1 واتاهل. صحيح لعب ماتشين دور الثمانيه، بنتكلم 0-0 هنا و0-0 هنا وركلات ترجيح، فهي السيمي فاينل 1-0 و1-0. فهي الفكره كلها هو معتمد على فلسفه معينه في دوري ابطال افريقيا بيحاول ما يغيرهاش زي ما كريم قال كده، ما بيلعبش فيها كتير، فرقه ما استقبلتش ولا جم معاه. يعني الترجي اصلا بنتكلم في فتره ما بين المجموعات والنهائيات لحد النهائي هو استقبل ثلاث اهداف في مباراه واحده بس اللي هي مباراه الهلال السوداني. صحيح عنده تسعة كلين شيت، ده رقم مميز جدا كبير جدا منهم مع الراجل ده. بتتكلم في الست مباريات اللي لعبهم الستة كلين شيت. فده برضو رقم مهم. هو اما يعني ما سجلش، يعني ده ارقام الترجي بشكل عام يا كابتن اسلام في دوري ابطال افريقيا. سجل 8 في المباريات، يعني نسبه التسجيل رغم الصعود قليله، ولكن النهارده بنتكلم استقبل 3 اهداف الشباك النظيفه 9 مباريات من 10. فده رقم مرعب، لازم مرعب طبعا. ده رقم بالنسبه للحارس حتى، يعني مش ده رقم بالنسبه له رقم كبير. وضعا في الاعتبار بقى نرجع للحته اللي قلناها مع كابتن اسلام ان الدفاع هو لكن أيوة. المنظومه الدفاعيه مع كاردوزو مختلفه عن المنظومه الدفاعيه اللي كانت معنا بيه المعلومه. بالظبط الاهداف حتى من داخل منطقه الجزاء 7 ما بيشوتوش من بره كتير، ده اللي واضح امامنا. لو كملنا بنتكلم في معدل التمريرات ده على اجمالي المباريات، يعني بناخد النسبه 81% دقه التمريرات، فدي برده نسبه كبيره ان هي تطوروا فيها. بيلعبوا برده هنا يا كريم الكرات الطوليه، معدل الدقه بتاعت الكرات الطوليه 47% اللي هي 21 تمريره طوليه صحيحه في المباراه تقريبا. ده برده رقم مش قليل، اللي هو ده معناه زي ما كريم قال مناسب لاسلوب اللعب. اسلوب اللعب هو بيلعب على الدفاع وبعد كده بيبتدي يرمي كور طويله. دقه العرض 25% ودي تقريبا النسبه المعقوله لاي فرقه كبيره. لو ننتقل بقى لارقام كاردوزو نفسه في دوري ابطال افريقيا، دي برده هتبين لك الفلسفه. الراجل كسب 4 مباريات وتعادل مباراتين. هو لعب 6 مباريات. لا هو نفسه لعب 6 مباريات، هو ما لعبش ال 10 اهو. بالظبط كده يا كابتن اسلام، اتعادل مباراتين اللي هم بتوع اسك وتاهل فيهم بركلات الترجيح، سجل 5 اهداف ولم يستقبل الفريق ولا هدف. فهنا النهارده انت بتتكلم ان الراجل ده هو عنده الفلسفه بتاعته، انا عايز امن نلعب على الحته المرتده على السرعات بقى زي ما كريم كان بيقول كده، يانساس رودريجو تمريرات حسام تقى واحنا هنتكلم عليهم ونستعرض ارقامهم وان ازاي ارقامهم مميزه جدا والتطور بتاعهم في دوري ابطال افريقيا ساهم ان الترجي موجود النهارده في النهائي، رغم ان في الدوري الافريقي تقريبا المجموعه دي يعني باختلافات بسيطه الناس ما كانت بترشح عن الترجي لا هيستمر. يعني كان في شكل للترجي ولكن برضو كان في احساس عند الناس ان لا الترجي مش هيكمل في افريقيا كتير، حتى البدايات في افريقيا بنتكلم 3 تعادلات متتاليه من بعد اول فوز حققوه، الناس برضو استشعرت ان الترجي عنده مشكله. لكن هو الراجل ده رغم ان هو كتاريخ تدريبي مش كبير ولكن هو قدر
يعني يعمل التوليفه المناسبه مع الترجي التونسي.